إذا كان الاتحاد الآن يعيش يعني تجاذبات داخلية، ولو أني شوف على الأقل الأمانة الصحفية احنا ما نناقشوش موقف الاتحاد، أما راو سامي الطاهري لا يتحدث باسم الوطن، التفصيلات ما بين سامي الطاهري والاتحاد، هو الآن يتحدث كمكلف بالإعلام على الأقل الوضوح، ما نحكوش على المشاهدين لا من بوعجيلة ولا غيره، هو يتحدث باسم الاتحاد عنده الشغل، هذا الموقف نتاعه، تكون عنده تجاذبات شيء آخر، أما هو يتحدث باسم الاتحاد، وبالتالي ربما سيد أحمد أنك توجد صياغ ما بين هيئة إدارية وما بين نماذج الصحفي باسم الاتحاد وموقف الطبوبي قد يكون شيء أقرب منه، اسمح لي مرة أخرى أنه تبرير لموقف. يعني لابد أن أستحضر، لابد أقول أن أستحضر الإعلان عن الخط الثالث الذي أشار إليه نور الدين الطبوبي والمرافقين له في المنظمة. من الأول بعد 25 جويلية كان هدف اتحاد الشغل أن يلعب دوره كطرف نقابي وسياسي في نفس الوقت بعد 25 جويلية، لكن طبعا نحن نعلم أن الرئيس قيس سعيد رفض هذا الدور، والرئيس قيس سعيد رفض كل الأدوار للمرافقين وكل القريبين منه، وبالتالي الآن لما وصل إلى هذه النتيجة المخيبة للآمال لاتحاد الشغل أراد الآن أقول القفز من غرق السفينة، سفينة الانقلاب، وأنا أسميها بالفرنسية لو سمحت سيدي الكريم، لنفخاج دو تيتانيك، يعني بعدما بدأت الباخرة تغرق بدأ البعض يقفز من السفينة لينجو بنفسه. وإن كان الاتحاد عنده الشغل، اسمح لي حتى نمر الأذان، وإن كان الاتحاد عنده الشغل وعلى قناة الندوة الصحفية، راهو ذكر أنه منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف تقدم بمشروع حوار لقيس سعيد أكثر من مرة، ولكن يقول أن سعيد أغلق الباب مرارا، وبالتالي مجبر الاتحاد اللي عنده الشغل أنه راهو يعبر عن موقفه بصراحة، ويقول أنه راهو معناش مشكل إذا خضنا إضرابا سياسيا نخوضه بعناوينه، لكن يقول أنه لست مستعد الاتحاد الذهاب إلى حوار على صيغة المرور بقوة. كذلك يقول أنه مرة أخرى هذا عبر عليه وصرح به سامي الطاهري النطق الرسمي والمكتب الإعلامي، يقول أنه راهو لا مدخل، هذه حقيقة، يقول لا مدخل للبلاد إلا المدخل السياسي لننقذ البلاد مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة. نذكر سريعا بموقف العميدات والعمداء كلية حقوق العلوم القانونية الذين حبروا بيان البارح، ويقولوا كما نذكر بأنه لأن يحق الجامعين شأنهم شأن سائر المواطنين أن تكون لهم آراء سياسية وأن يعبروا عنها بكل حرية، فإن ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص لا باسم المؤسسة الجامعية، خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية التزاما بواجب التحفظ، ولهذه الأسباب فإن العمداء يعتذرون عن قبول التكليف، بمعنى اللجنة القانونية، اللجنة الاستشارية القانونية، وإن كان حسب تصريح بودربالة العميد المحامين أنه المرسوم لم يضبط إن كانوا عمداء مباشرين أو سابقين، مما يفتح يجعل الباب مفتوحا أمام رئيس الجمهورية أن يكلف عمداء سابقين.